فها نحن اليوم نعرض عليكم مدى تقدم هذا المشروع الذي حرص شبابنا خريجي الجامعات الجزائرية على رفع التحدي بالانتهاء وتسليم المشروع قبل الأجال التعاقدية وبنوعية عالية. خليني نقول لك سيد رئيس الجمهورية أنه يوم وضع الحجر الأساس المهندسين اللي كانوا في المشروع والشباب اللي كانوا في المشروع رفعوا تحدي أنه في 5 جويلية 24 راح نزور الموقع ونشوف وتقيم العمل نتاعها، راح نشوف هذا في الفيديو على الموقع تاع 10,000 سكن.